أخذت مسدس وكاتم صوت وبدأت أمشي في الليالي أبحث عن بعض الشاردين منهم. شو رأيك الشخصي على الأشخاص اللي بيتركوا دين الإسلام ويتبعوا المسيح؟ جهنم. جهنم. بأس المصير. وين مكتوب هالشيء؟ هذا في الإسلام. في الإسلام مكتوب. اللي يخرج من الإسلام يدخل جهنم. اللي غير المسلم كافر، والكافر جهنم. أنا ما بحكم على الناس، ما بحكي هذا في الجنة وهذا في النار. شو رأيك شخصياً؟ مشكلة. مشكلة. ليش مشكلة؟ من أي ناحية يعني مشكلة؟ مشكلة اجتماعية، شخصية، مشكلة دينية. دينية. ما في أي مشكلة. أي إنسان بيجي لعنا بالنسبة للدين الإسلامي أهلا وسهلا، أي إنسان بيجي للدين المسيحي طبعا أهلا وسهلا. يعني ما عندك مشكلة إنه أشخاص يتركوا الإسلام ويتبعوا المسيح؟ طبعا لا عندي مشكلة. حلو. يتركوا الإسلام ويتبعوا المسيح. ما كانوا مسلمين. المسلم لا يترك الإسلام. لا تعليق. لا تعليق. والله هذا الشيء يعني بيكون منه الواحد، شلون هو اللي بيختاره؟ هو في سبب. نعم. زي ما نقول ليش، لماذا تركوا الإسلام وذهبوا إلى المسيحية؟ نحن بنبسط إذا بنشوفك نهار السبت تكون معنا. حبيبي. أنت ما حابب تسمع الشهادة تبعهم ليش تركوا الإسلام وتبعوا المسيح؟ والله ما اسمع يعني نتعرف. حلو كتير. فيش هاي ساكت. خلنا نسمعه متى ترد ولا. ما هي ضروري تسمع الطرف مش تحكم. حلو كتير. إن شاء الله ربي يديك. أهلا وسهلا فيكم. شكرا. مع هالأخوة المحبوبين رح يقدموا لنا الرسالة الشخصية ليش هن تركوا الإسلام وتبعوا المسيح، رح يقدموا المحاضرة لأشخاص مسلمين بهالمدينة يلي نحنا فيها بألمانيا. أحبائي من ألمانيا وبالتحديد من مدينة ميونخ العريقة، بالود نجتمع وعلى بساط المحبة نجلس معا، نلتقي معا، نسمع ونسأل. لكم جميعا أيها الحضور الكرام في هذه القاعة تحية حب وسلام باسم رئيس السلام، شخص المسيح الفادي له كل المجد. كما أننا نتحد معا بقلب واحد لنرسل هذه التحية، نفس هذه التحية، تحية الحب والسلام لمشاهدينا الكرام عبر أثير قناة الحياة. أهلا وسهلا بالجميع الحاضرين ومشاهدين عبر قناة الحياة. كما أنه من دواعي سرورنا أن يكون ضيفنا لهذا اللقاء رجلا يعرفه الكثيرون عبر مواقع النت والتواصل الاجتماعي المختلفة. ضيفنا في هذا اللقاء هو رجل تقابل بالإيمان مع يسوع المسيح فآمن به. هو رجل رضي أن يحمل الصليب تابعاً ليسوع المسيح. بالطبع هو سوف يكلمنا أكثر عن حياته وخبرته مع المسيح لاحقاً. بعد أن نستمتع بكلمة ضيفنا الكريم سوف يكون هناك فرصة لطرح الأسئلة لمن يود ذلك. يمكنك كتابة سؤالك وتقديمه مكتوبا لأحد أعضاء فريق الخدمة لتوصيله للمنصة، كما أنه يمكنك طرح سؤالك مباشرة من خلال الميكروفون وذلك بالتنسيق مع أحد أعضاء فريق الخدمة. تساؤلاتنا تساؤلات للبنيان، تساؤلات للفائدة العامة. أصلي أن يعطينا الرب وقتا طيبا في هذه الأمسية المباركة. أيها الأحباء رحبوا معي بجناب القس هشام شهاب من الولايات المتحدة الأمريكية. خليني أحييك. أهلا وسهلا بجناب. شكرا. شكرا. سعداء أنك تكون موجود معنا في هذا اللقاء المميز. مشوار كان طويل عليك شوية. لا أبدا، لما يكون الحبايب موجودين المشوار بيقصر. نشكر ربنا الحمد لله بسلامتك. شكرا. يعني مش عايزين نقول ونستهلك وقت اللقاء قد إيه، كم ساعات من أمريكا لحد هنا مع اختلاف التوقيتات والتوقيت وعدم النوم والطيارة ومش طيارة والتجهيزات والترتيبات، لكن نشكر رب أنه جناب الفاضل قس هشام شهاب موجود معنا ومتحمس للقاء، ونحن متحمسون للقاء وللسماع منه. أطلب من محبته أنه يبدأ لنا هذا اللقاء بكلمة صلاة إذا يحب. لتكن كلمات فمي وخواطر قلبي مرضية عندك يا رب يا ملجئي وفادي. أبانا الذي في السماوات نشكرك أن تكون لأنك بذلت يسوع المسيح على الصليب من أجل مغفرة خطايانا، نطلب منك أن تكون حاضرا بيننا اليوم
وتجعل كلمتك المكتوبة التي هي الإنجيل، تفتح قلوبنا لكلمتك المكتوبة التي هي الإنجيل، لنرى الكلمة الحية التي هي يسوع المسيح الذي باسمه نصلي. آمين. 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 أود أولاً أن أبدأ بشرح خلفية تاريخية عن الصراع الذي حدث في لبنان، لأنه جزء من القصة التي الشخصية التي سأسردها. ومن المهم أيضاً أن نرى كيف أن شخص ترعرع في بيروت في عائلة إسلامية، كيف ترعرعت في بيروت إلى آخره. فأنا ولدت في لبنان في بيروت في عائلة سنية إسلامية تدعي النسب إلى بني مخزوم من قريش، يعني جاءوا أجداد بني شهاب مع الفتوحات أو الغزوات الإسلامية. يجب أن نصحح التاريخ، يقولون فتوحات هي غزوات، الغزوات الإسلامية، واستقروا أولا في الشهباء في حوران ثم انتقلوا إلى جنوب لبنان. نعم. فعام 1958 نشبت أول حرب أهلية في لبنان بسبب الصراع الطائفي، ودخلت قوات المارينز الأمريكية لدفع الوضع إلى الاستقرار الحقيقة، فبسبب حلف بغداد، قصة طويلة نستطيع أن نتكلم عنها هنا. ونصبوا رئيسا للجمهورية عمل على إعادة بناء لبنان. أنا ولدت عام 1960، الصراع الطائفي كان في أوجه وأوجه، والصراع الطائفي كان يأخذ أبعاد حتى على المستوى الشعبي ومستوى حتى الأطفال، يعني كانوا منقسمين. حين كنا نلعب في الشارع كنا نتقاتل المسيحيين ومسلمين. أنا أذكر كنت ألعب قلة، ما كان في لا آيباد ولا كمبيوتر، فلعب القلة كان هو اسمه، فكنت ألعب قلة، نظرت إلى الأعلى، كان ولد عمره 7 سنوات بعمري، كان عمري 7 سنوات، اسمه بيير. بيير كان يحمل عصا فيها مسمار فضربني على رأسي، يمكنك أن ترى هنا الندبة من، فالدم ملأ وجهي. تلك كانت أول مواجهة مع ولد مسيحي. فأبناء عمي طبعا كنا كلنا نعيش في حي واحد. آل شهاب الحقيقة هم نحو 10,000 شخص في بيروت الآن. فهناك مدرسة شهاب، فرن شهاب، يعني خضار شهاب، كل شيء، يعني عائلة كبيرة جدا. فأنا ذهبت إلى مدرسة خليل شهاب وتعلمت الصلاة في جامع شهاب. وفي ذلك الجامع الحقيقة التقيت ب، أود أذكر أيضا عام 67 حين كان عمري 7 سنوات، تعرضت الدول العربية لهزيمة نكراء على يد إسرائيل مرة ثانية، وكانت هزيمة مذلة حين قضت إسرائيل على 6 جيوش عربية في 6 أيام، وأسرت 20,000 جندي مصري، وأخذت سيناء، وأخذت أيضا سيطرت على الضفة الغربية. فخرج من فلسطين في ذلك الوقت الكثير من اللاجئون، وجاءوا في هذاك الوقت من غزة، معظمه كان جاء من غزة. حين خرج اللاجئون الفلسطينيون عام 48 ظنوا أنهم سيعودون في خلال أسبوعين، لم يعودوا إلى بيوتهم حتى الآن، فكانوا يحملون معهم مفاتيح بيوتهم وأيضا سندات بيوتهم، لكنهم لم يعودوا. فرأوا في ذلك أن الحل الوحيد أن يعمدوا إلى المواجهة المسلحة بقيادة فلسطينية. واستطاع النجم ياسر عرفات في ذلك الوقت، واستطاع ياسر عرفات أن يقنع الرئيس عبد الناصر، جمال عبد الناصر، والملك فيصل أن
يكتب يتفق على ما سمي باتفاق القاهرة عام 69 الذي أعطى الفلسطينيين الحق ببناء قواعد عسكرية في جنوب لبنان لضرب إسرائيل. فأنا ترعرعت في ذلك الجو الرهيب، كنا كل أسبوع نرى الطائرات الإسرائيلية تخترق جدار الصوت، وبعض الأحيان نسمع في الأخبار أن الطائرات الإسرائيلية هاجمت مواقع للقواعد الفلسطينية في جنوب لبنان. فنشأت في هذا الجو المشحون بالحقد والكراهية، وكنت أبحث عن جواب ماذا يحصل. فتقابلت في بعض المرات في أحد مدربي الإخوان المسلمين، حقيقة كان هو شاب صغير من رأس بيروت درس الشريعة في دمشق وانتسب للإخوان المسلمين، وكان يعني فارس كلمة كما يقولون. فكان يخطب في المسجد ويعطي دروسا للقرآن، لكن من وجهة نظر الإخوان المسلمين. فشعرت أنني قد أحصل على أجوبة منه، فقال لي أن نحن المسلمون نعيش في ذل في هذه البلاد لأننا تركنا وصايا محمد رسول الإسلام، وأن إما نحن اتبعنا الغرب أو اتبعنا الشرق، وأن من يتبع الشرق السوفييت مثل الرئيس عبد الناصر هو صنم يجب أن نحطمه، وأن العالم مقسوم إلى قسمين، دار الحرب ودار السلام، وأن نحن المسلمون من واجبنا أن نقنع أو الآخرين بالإسلام أو نغزوهم ونسيطر عليهم لأنهم يفسدون في الأرض. وكان يستشهد بآيات قرآنية مثل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فأن كل من هو ليس مسلما هو مفسد في الأرض، فنحن علينا أن مهمتنا في الحياة كمسلمون أن نقوم بالدعوة أو نقوم بالسيطرة. وكان يقول أننا نعيش في ذل لأننا تحت رئيس مسيحي ولسنا تحت سلطة إسلامية، ويجب أن نعمل على إعادة الشريعة للحكم. وأن الإسلام هو الحل لجميع مشكلات الأمة سواء اقتصادية أو سياسية وإلى آخره، وأن المسيحيين في لبنان هم بقايا وفلول الصليبيين، ويجب نحن أن نقاتلهم ونحصل على السيطرة السيطرة السياسية في لبنان. المسيحيون في لبنان شعروا بالخطر منذ توافد اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان، وبدأوا ينظمون أنفسهم في ميليشيات مسيحية، وكانوا مدججين بالسلاح. فأذكر أن عام 1973 أنا وشقيقي الذي كان أكبر مني بسنتين انضممنا إلى صفوف الإخوان المسلمين وقبلنا دعوتهم للذهاب إلى مخيم تدريب عسكري في أقاصي الجبال في الشمال. فكنا يعني نصعد في الباصات أكثر من 150 شاب، أنا كنت أصغرهم ربما، كان عمري 13 سنة. فأذكر أننا كنا ننشد الأناشيد الإسلامية التي تعبر عن وجهات كيف ننظر إلى الحياة أو إلى العالم في ذلك الوقت. أذكر هذا النشيد الذي كنت أحفظه: الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا، الكون يزول ولا تمحى في العز صحائف سؤددنا. فكنا ننشد هذه الأناشيد وننطلق في حماس. عن قناعة؟ طبعا عن قناعة، ونحن كبقية الشباب كنا نظن أننا سنغير العالم نحو الإسلام وسنحكم العالم مثلما حكمه الخلفاء
خلفاء محمد نبي الإسلام وانتصروا على مختلف الأمم وبسطوا سلطتهم من الهند إلى المغرب والأندلس. فانطلقنا في تلك الحافلات وتدربنا على مختلف أنواع الأسلحة، من أسلحة فردية وأسلحة غير فردية أيضا. كنت كما قلت من أصغر المشاركين، والإخوان المسلمون كانوا الجماعة الإسلامية اللي هي الفرع الإخوان في بيروت في لبنان، كانوا يطبقون قول محمد نبي الإسلام: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فليس فقط بسبب الجو المشحون، كانوا يقومون بتلك التدريبات منذ الثلاثينات والأربعينيات والخمسينيات يعني طبعا. لكن حين نحن رأينا أن الحرب قادمة في لبنان، انضممنا أيضا إلى صفوف التدريب في المخيمات الفلسطينية وحصلنا على تدريب أكثر. كنا نذهب للتدريب على الأسلحة 4 أيام في الأسبوع الحقيقة كشباب يعني مسلم. كما قلت أن الميليشيات المسيحية كانوا مدججين بالسلاح وكانوا يشعرون بالخطر، لكن قاموا بالكثير من التجاوزات مما نفر المسلمين منهم. كانوا ينصبون الحواجز الطيارة يسمونها ويخرجون الشباب من السيارات ويهينونهم، في بعض الأحيان يتعرضون أيضا للقتل والتصفية الجسدية. فالجو كان مشحون جدا في لبنان عام 75 حين رئيس الكتائب اللبنانية الشيخ بيير جميل تعرض لمحاولة اغتيال بعد خروجه من الكنيسة يوم الأحد. فردوا على هذا الكمين بكمين لباص كان ينقل فلسطينيين ومسلمين، فقاموا بإطلاق النار على الباص من رشاشات وقتلوا 27 فلسطينيا وجرحوا آخرين. فنشبت الحرب اللبنانية الضروس من وشملت كل لبنان، وكنا يعني نتعرض للقصف وغيره من قبل الميليشيات المسيحية، وكانت الميليشيات الإسلامية والقوات الفلسطينية أيضا ترد بالقصف على مثله. أذكر حادثة مهمة جدا حين كنت لم أبلغ 16 عاما بعد، حين كنت قد ذهبت إلى الجبهة مع شقيقي الذي كان كما قلت أكبر مني بسنتين، كان يقود الجيب من دون رخصة طبعا. فنصبنا مدفع هاون من عيار 60 ملم وكنا نقصف الأشرفية. فبعد ثالث قذيفة أنا شعرت أن هذا شيء خطأ، أننا يعني انتسبنا لصفوف الجماعة الإسلامية كي ندافع عن المجتمع المسلم، نرى الآن أننا نقصف يعني أبرياء. فذهبت طلب من شقيقي أن ننسحب، وبالفعل قمنا بذلك وذهبنا إلى مركز الإخوان المسلمين. فكان رئيس الجماعة موجوداً وكان إنساناً طيباً جداً بالنسبة لما كنا نراه. فسألته: ماذا كنا نفعل هناك؟ كنا نقصف أحياء الأشرفية بالهاون، هل هذا يعني شرعي؟ هل هذا صحيح؟ أنا انتسبت للجماعة كي أدافع عن المجتمع الإسلامي في بيروت. سألني سؤال، لم يجبني جواب، سألني سؤال، وهذا الجواب السؤال والجواب سيوضح كيف المسلم يرى العالم وكيف يتصرف. سألني: من هو قدوتك في الحياة؟ ما هو الجواب؟ سؤال فني طبعاً، سؤال رائع. فقلت له: قدوتي هو محمد نبي الإسلام طبعا. فقال: هذا هو الجواب الصحيح، لأن نبي الإسلام قصف أعداءه بالمنجنيق،
الحقيقة في التاريخ هو قصف الطائف. فالمنجنيق آلة حربية عمياء تقصف من دون يعني أي أهداف يعني دقيقة، ممكن تصيب الأبرياء وغير الأبرياء. فكذلك الهاون آلة حربية عمياء لكن حديثة. ونحن بالقياس يعني أحد بنود الشريعة هو القياس، عندك القرآن والحديث إجماع الأمة، القياس من بنود كيف تصل إلى حكم شرعي. فأنا اقتنعت بالموضوع، فبعدها طلب مني طلب كثيرا يعني شعرت بالشرف. هل ترغب بأن تكون من خطباء الجمعة؟ أنا سمعتك ترتل القرآن، تجود القرآن، أنت ممتاز في ذلك، ولغتك العربية جيدة جدا، وأنت تأتي من عائلة مرموقة في المنطقة، ونحن نحتاج إلى دم جديد، new blood مثل ما بيقولوا بالإنجليش. فممكن ندربك على الخطابة وتكون خطيبا للجمعة في المستقبل، نحن بحاجة لدم جديد. فقلت هذا شرف يعني أقبله، وأود أن أنخرط في هذه يعني البروجكت. فالشيخ فيصل مولوي عين أحد المشايخ من الإخوان المسلمين في حماة الذي كان يعيش في المنفى في بيروت، كان قاسيا جدا معي، لكن في أقل من 6 أشهر كنت حاضرا لإعطاء الخطبة الأولى، خطبة الجمعة، لكن الرب كان عنده خطة أخرى. قبل 2 أسبوع حفظت الخطبة، كتبتها، حفظت الآيات والأحاديث التي كنت أريد أن أذكرها، لكن الرب كان عنده خطة أخرى. بدل قبل 2 أسبوع من خطبة الجمعة تعرضت لحادث سيارة مهلك، حيث كنت في مع ابن عمتي يقود سيارة فولكس فاجن، حيث المحرك هو في الخلف. فحين تعرضت لهذا الحادث تعرضت لكسور في رجلي الاثنين، 3 كسور في الرجل اليمنى وكسر في الرجل اليسرى. فبدل أن أخطب الجمعة نقلوني إلى مستشفى الجامعة الأمريكية، حيث قضيت 50 يوما. في 50 يوم بدأت أنظر بإعجاب إلى الأطباء كيف يعالجون جروحي وعظامي، وقلت لماذا خطيب جمعة؟ ربما أدرس الطب وأصبح طبيبا. لكن كان هناك عقبة، لأن الجامعة الأمريكية لغتها إنجليزية، فيجب أن أتعلم الإنجليزية أكثر. فأخذت أمضي الوقت، لأنني كنت يعني كل الوقت كان متاحا، كنت مقعدا لسنة كاملة بتعليم نفس اللغة الإنجليزية بقراءة الكرتون، يعني مجلات الكرتون بالإنجليش وباللغة الإنجليزية، ثم انتقلت لقراءة الروايات أيضا، الكاوبوي وكذا. فاستطعت أن أتعلم اللغة الإنجليزية وأتقنها في ظرف 2 تقريبا، وتقدمت إلى امتحان اللغة الإنجليزية لدخول الجامعة الأمريكية في عام 1979، وأحرزت يعني نقاط 200 نقطة فوق المعدل، ودخلت وقبلت في الجامعة الأمريكية كتلميذ يعني مستقبلي للطب تمهيدي. عادة يجب أن تحصل على بكالوريوس في البيولوجيا التي كنت أحبها كثيرا، ثم بعدها تتقدم إلى كلية الطب. مرة ثانية الرب كان لديه خطة أخرى لحياتي. في أول فصل دراسي في الجامعة الأمريكية التي هي يعني أرقى جامعة في الشرق الأوسط، حصلت تراجيديا، مأساة رهيبة. قتل أخي الأكبر
على يد ميليشيا مسيحية. كان أخي الأكبر يحاول إنقاذ رجل معاق اعتقلته تلك الميليشيا، وحين كان ينسحب من الموقع غادره قناص. فكان عمره 22 عام، كان عمري 20 عاما. والدتي ماتت قبله بثلاث سنوات، فكانت مأساة كبيرة. والدي أخذ يشعر بتعب في القلب، وأصبحنا وحيدين والدي وأنا. فرأيت أن الحل الوحيد أن أنتقم من الذين قتلوا أخي. أنا الذي انضممت للجامعة الأمريكية لأنسى الحرب الأهلية وأنظر إلى مستقبل أفضل، أخذت مسدس وكاتم صوت وبدأت أمشي في الليالي أبحث عن بعض الشاردين منهم. بعضهم كان زميلي في زملاء لي في الدراسة، كانوا ينتسبون لتلك الميليشيا. فكانت أيام رهيبة لم أشعر فيها بالسلام لحظة واحدة، حتى يوم من الأيام دخلت إلى صف وكنت قد سجلت مادة هي مقارنة الحضارات. في تلك المادة من المطلوب من الجميع أن يقرأوا مقتطفات من الأديان العالمية، بالإضافة إلى الميثولوجيا، الخرافات البابلية والخرافات اليونانية. ثم حشروا مع تلك الخرافات أيضا العهد القديم والعهد الجديد والقرآن، كله باللغة الإنجليزية. فدخلت إلى الصف بعد ليلة من ليلة كنت أحاول نصب كمين لمجموعة من تلك الميليشيا لأسمع شيء سيغير حياتي إلى الأبد. كانت البروفيسورة تقرأ مقتطف من العهد الجديد، من إنجيل متى الذي نحن نسميه الموعظة على الجبل. فبدأت تقول أو تقرأ: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ثم قرأت: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض أعدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. كانت يعني كلمات وقعها يعني مثل وقع المطرقة على قلبي. الليلة الماضية كنت أنصب كمين لأحد أعضاء الميليشيات، هذا الصباح سمعت أنه يجب أن أحب أعدائي كما يقول المسيح. من هو هذا المسيح؟ نحن نعرف عيسى المسيح الذي هو نبي في القرآن، كنت أحفظ نحو نصف القرآن عن ظهر قلب، لكن لم أسمع أي شيء عن عيسى المسيح موازن لهذا. هل هذا هو عيسى المسيح الحقيقي أم هو من ثمرات خيال من كما نعتقد من زور الإنجيل؟ ففي اليوم كانت هذه الكلمات وقعها رهيب على قلبي. كنت أصلي الخمس أوقات في المسجد، وكنت ذاهبا إلى صلاة الفجر في اليوم التالي وأنا أصرخ إلى الله: ما هذا؟ ما هذه الكلمات؟ من يستطيع أن يحب عدوه؟ من يستطيع أن يدير خده الأيسر؟ من يستطيع أن يفعل ذلك؟ ثم فاجأتني البروفيسورة في اليوم الثاني حين طبعا حصلت على نسخ الكتاب المقدس وبدأت بقراءته، لكنها
فاجأتني في اليوم الثاني في مقتطف تريد أن تقارن بين القرآن بين العهد القديم والعهد الجديد والوصايا العشرة والوصيتين التي ذكرهما المسيح عليه السلام سلامه علينا. فكانت تقول تقرأ حين جاء الفريسيون وحاولوا أن يعني يستفزوا السيد يسوع المسيح بقولهم ما هي أعظم الوصايا، فقال أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه الوصية الأولى. حين يسمع المسلم ذلك، هو الذي يصلي خمس أوقات، هو الذي يقوم بالأركان الخمسة للإسلام، المسلم الذي كان مستعدا أن يموت في سبيل الله في طريق الجهاد في سبيل الجهاد، حين يسمع ذلك يقول أنا كمسلم أحاول أن أحب الله أكثر من أي شخص، لكن يسوع المسيح هذا قد تجاوز أي أحد بتعبيره عن محبة الرب. من هو هذا يسوع المسيح؟ أصبت بالذهول حينها. كما قلت أخذت أغوص وأقرأ في الكتاب المقدس، فاكتشفت جواهر الحقيقة ربما بعض المسيحيون يقرؤونها من دون أن يفكروا أو يرنمونها من دون أن يفكروا، مثل الصلاة الربانية، التواضع، الانكسار للرب. فرأيت فيها جواهر الحقيقة، فقررت أن أقارن بين الإنجيل والقرآن وأن أفعل ذلك روحيا وعلميا أو عقليا كما يقولون. كنت قد يعني لم أعد أركز على موضوع دراسة الطب لأنني فقدت التركيز منذ قتل شقيقي، فقدت قوة التركيز التي كانت عندي، فقررت أن أنتقل إلى اختصاص آخر، وكنت أحضر للماجستير في التاريخ الحقيقة. فأحد الأساتذة كان أعطاني كتاب لأقرأه، ألفه عالم تاريخ كندي اسمه ويلفريد كانتويل سميث، طبعا شخص درس حفظ نصف القرآن وقرأ سيرة ابن هشام اللي هي سيرة النبوية، لا يتعلم أي شيء من كتاب كتبه ربما شخص كان، لكن هناك كان على الهامش ملاحظة مهمة جدا هي تالية. يقول ويلفريد كانتويل سميث: مقارنة يسوع كما يفهم في المسيحية بمحمد كما يفهم في الإسلام مضلل، بل مقارنة أفضل يجب أن تكون بين يسوع المسيح والقرآن، لأن المسيحيين يعتقدون أن يسوع هو كلمة الله الأزلية، ويعتقد المسلمون أن القرآن كلام الله الأزلي أيضا. أنا فهمت هذا الكلام بسبب لأني درست التاريخ الإسلامي. حصلت فتنة في الإسلام بسبب الإيمان بأن القرآن هو كلام الله الأزلي. المعتزلة سيشام في ملاحظة ممكن تتبادر للذهن، هل في مراحل بحثك الأولى اللي أنت بتقص علينا كنت لحالك ولا كان في تواصل مع كنيسة مع قس مع؟ للأسف كنت لحالي، لكن بعدين كنت ممكن يكون من حسن الطالع أنك كنت لحالك. يعني كانت خطة الرب، كنت أتسلل إلى كنيسة يقودها الدكتور هلا هو صار مع الرب الدكتور صادر، كان أسترالي لبناني، فكان يعظ باللغة العربية والإنجليزية، كنت أذهب إلى الخدمة الإنجليزية لأني قرأت الإنجيل بالإنجليزية. يحمد لك ويشكر لك أنك بدأت بحثك يعني لوحدك. فكما قلت كنت أسعى أن يعني أعمل بحث روحي، وكان زيارة الكنيسة كنت أتسلل الكنيسة جزء من هذا البحث، وكنت أقوم بالبحث العلمي إلى جانب ذلك. ففي تاريخ الإسلامي حصلت فتنة على يد المعتزلة، أقنع أحد الخلفاء أن القرآن مخلوق، لأن كيف يمكن أن يكون القرآن كلام الله الأزلي إن كان يوحى إلى محمد في المناسبات؟ إذا محمد
أعجب عفوا ما لازم أذكر هالحادث الآن ربما، إذا محمد أراد شيء تنزل الآيات مطابقة لأفكار محمد. فلذلك المعتزلة أقنعوا الخليفة أن القرآن مخلوق، وحاول الخليفة فرض المأمون، فرض هذا الموضوع على العلماء، وقام بتعذيب العلماء ونشبت فتنة بين المسلمين راح ضحيتها الكثيرون، منهم الإمام حنبل الذي عزب، أحمد بن حنبل. فأنا فهمت هذا الكلام، وهذه الملاحظة يعني جعلتني أفهم أكثر الفصل الأول في إنجيل يوحنا حين يقول في البدء كانت الكلمة، والكلمة كانت مع الله، كان مع الله، والكلمة كان هو الله. فحين قرأت هذا في الإنجيل فهمت أن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد، هو كلمة الله، هو الله الظاهر في الجسد، والكلمة صار بشرا وحل بيننا ورأينا جلاله. صحيح. فهالمقارنة هاي بين القرآن والسيد يسوع المسيح جعلتني أفهم هذه الآية فهما ربما كاملا. فانطلقت بعدها إلى الحقيقة، إلى نقد القرآن. فمن الأشياء التي قمت يعني لفتت نظري سورة الكهف. في سورة الكهف هناك قصة عن رجل اسمه ذو القرنين. أوكي. ذو القرنين كان كل الأوصاف التي ذكرت في القرآن أنه رجل طاف المشرق والمغرب تنطبق على إسكندر المقدوني، يعني شيء مخجل. إسكندر المقدوني كان رجل فاجر، يعني مات سكير من السكر، يعني اقترف جميع الموبقات. فكيف يكون ذو القرنين رجل مذكور في القرآن على أنه نبي أولي؟ فهذه القصة الحقيقة جعلتني أبدأ بالشك بأن القرآن هو كلام الله. قصة ثانية هي موسى والخضر، التي الخضر الذي الله دعا موسى إلى التعلم منه. الخضر قام بأشياء مخالفة للشريعة، منها قتل طفل. فبدأت بالشك كثيرا بموضوع أن القرآن، وموضوع يأجوج ومأجوج موضوع طويل لوقت لنا. كنت أسأل شيخي أين يأجوج ومأجوج، لأن يدعي القرآن أن ذو القرنين بنى سدا وهم سيخرج يحطمون هذا السد ويجتاحون العالم كله، فأين يأجوج ومأجوج؟ قال لي في الصين. أوكي. ولكن الأقمار الصناعية كلها رأت ما في الصين، ويعني فأشياء تخالف العقل. أوكي. ممكن الإنسان يتخطى بعض الأشياء، لكن حين ترى أن ذو القرنين قد تبنته ثقافات أخرى، مثل الثقافة الفارسية تبنت إسكندر المقدوني وجعلته بطلا، فكذلك فعل القرآن، فليس كان مختلفا عن غيره من الثقافات التي تبنت الأساطير. هذا ما توصلت إليه في أبحاثي، وساعدني على قراءة، كنت أتعلم الألمانية حينها، كنت أريد أن أنتقل للدراسات العليا في ألمانيا، الرب لم يفتح هذا الباب، لكن تعلمت بعض الألمانية وكنت أقرأ الفرنسية، فقرأت كتاب أوصي الجميع بقراءته للمؤرخ الكبير تيودور نولدكي الذي كتب، والكتاب موجود PDF الآن باللغة العربية لتيودور نولدكي، دعوني تيودور نولدكي تاريخ القرآن، يمكنكم أن تجدوه PDF Geschichte des Koran باللغة الألمانية. من الأشياء التي اكتشفتها أيضا والتي كانت مخزية، أن من كتب القرآن لم يعرف ما هي المسيحية، لأنه خلط بين الثالوث والسيدة العذراء مريم.
في سورة المائدة يقول: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سبحان، فيرد عليه المسيح قل سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قد قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. فهنا اتهام أوكي بأن السيدة العذراء مريم هي أحد يعني أقنوم من الثالوث. أوكي، فالإضافة إلى ذلك القرآن يستعمل كلمة ولد. دعوني أعود إلى السلايد الأولانية. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهنا القرآن يقول أن الله اتخذ مريم زوجة وكان له ولد منها هو يسوع المسيح. يعني اضطراب أو يعني فوضى ليس بعدها فوضى. كذلك سورة مريم قالوا اتخذ الرحمن ولد، فاستعمال كلمة ولد بدل ابن مضللة جدا، وهي توحي بأن الله اتخذ صاحبة زوجة وولدت يسوع المسيح. فمن كتب القرآن لم يفهم حتى المسيحية. فشيء اكتشفته أيضا أن القرآن يهاجم أيضا اليهود بلا حق. يقول وقالت اليهود عزير ابن الله. أوكي، ف لم أرى أنا يعني قرأت النصوص، قرأت العهد القديم طبعاً وقرأت بعض نصوص التلمود، لم أجد أي طائفة ادعت أن العزير ابن الله. إذا عدنا للتفاسير يقولون الرجل من اليهود ادعى أن عزير ابن الله. إذا رجل كان عنده هرطقات هل يمكن أن نسقط هذه الهرطقة على كل الأمة اليهودية أو كل الأمة المسيحية؟ هذا غير عادل وليس فيه إنصاف، بل تجني كبير. فمن الأشياء أيضا المضحكة أو الأساطير التي اكتشفتها في سورة النمل وسورة سبع عن الملك سليمان والنمل. مثلا النمل كان سليمان وجنوده يسيرون في الأرض حينما خاطبت نملة النمل الآخرين تقول حتى إذا أتوا إلى وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إلى آخره. أنا كنت أدرس البيولوجيا يعني علم الأحياء، فأنا أعلم أن النمل لا تتكلم. النمل يتواصلون عبر رائحة هي الفيرنومون بيسموها. فهذا شيء يعني يخالف العلم والعقل، غير ممكن. وإذا سلمنا بأن هذا شيء أكرم الله به سليمان وهو كان يستطيع أن يدخل إلى رائحة النمل إلى آخره، ماذا عن الموضوع هذا الذي يخالف كل شيء، يخالف العقل والتاريخ؟ وأن سليمان كان يسيطر على الجن، أوكي سلمنا أن هناك جن وكان يسيطر على الجن، لكن حين توفي سليمان بعد أن هو استعبد الجن وكانوا يعملون له من غواص وإلى آخره ويبنون الهيكل ويبنون الأصرحة، فسليمان توفي وهو يصلي واقفا على عصا. فتقول الآية فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. يعني كان واقفا يصلي ومرتكز على عصا وتوفي في ذلك اللحظة، وبقي 40 سنة واقفا وعصاه يعني تعينه على ذلك، ولم يعرف الجن أنه توفي إلا بعد 40 سنة لأن دابة الأرض أكلت العصا ووقع. يعني هو ملك لم يدخل عليه وزير، كان عنده 1000 زوجة كما يقولون. أيوة جدول أعماله في ذلك كان فاضي، ما كانش كان فاضي 40 سنة. أوكي، فالحقيقة يعني من دون نحن الحقيقة نشعر بالتعاطف مع إخواننا، يعني لأنه نحن حين نكون
في الإسلام نحصل على غسيل دماغ يعني، فنقبل كل شيء على عواهنه. فلح أختم بهذه السورة، لن أريد أن أطيل عليكم لأن كانت أيضا واحدة من سورة ياسين، من واحدة من الأشياء اللي لفتت نظري. في سورة ياسين يقول: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. سورة ياسين نقرأها في الجنائز حقيقة، حين ندفن الميت الكل يقف ونقرأ سورة ياسين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذ أرسلت إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، إلى آخره. فانتهوا بقتل الرسل الثلاثة. الآن نذهب إلى التفاسير، خاصة كنت أحب تفسير ابن كثير لأنه ليس بالطويل وليس بالقصير. فيقول ابن كثير: الرسل الثلاثة هم رسل السيد المسيح، وأن المدينة هي أنطاكية. هنا السؤال الكبير: إن كان القرآن يقول أنهم رسل الله فمن هو المسيح؟ أمين. أوكي. فلا نستطيع أن نفهم القرآن دون الكتاب المقدس. القرآن كتاب للأسف تحصيل تاريخي، يعني تجميع تاريخي على مراحل، ويجب أن نعود إلى الأصل الذي هو الكتاب المقدس، ونفكر بخلاصنا ونفكر بحياتنا الأبدية ونفكر كيف نحصل على السلام في هذا العالم، لأن لا يمكن أن نحصل على السلام إلا إذا اتبعنا أمير السلام، لأنه هو الطريق والحق والحياة. لا حد يأتي إلى الآب إلا من خلاله.